طلاب الفرح من غزلون من غزلون اليحصي يعرفوا بابن العسال، يعني بيع العسل ولا شنو مولانا؟ في العسل وفي العسل الشيشة العسال اللي الشيشة ولا العسل؟ لا في الوقت ده ما كانش تعرف الشيشة ولا الكلام ده. لا العتال. العتال. العتال ده علم في مصر. ولا العسال؟ بالسين وفي ب. بالسين ولا بالتاء؟ العسال والعتال هما الاثنين. هم. في الشارع ده آخر على أول الشارع عيلة العتال. إيه صح. والنعم فيهم الجنة. يلا يا بحبي. ويكنى أبا محمد طليطلي الأصل. قرناط والله كان اثنين طليطلة بالنقرة درسوا في أخواتي بالسبعين. طليطلة كانت ثانوية في شارع المسمى. إيه هاي اليومكم درسوا في أخواتي. طليطلي الأصل سكن قرناطة واستوطنها الصالح المقصود التربة المبرور البقعة المفزع لأهل المدينة عند الشدة أو المفزع المفزع حاله قال ابن الصيرفي كان رحمه الله فدا في وقته فذا في وقته غريب الجود طرفا في الخير وفي الخير والزهد والورع له في كل جو متنفس يضرب في كل علم بسهم وله في الوعظ تواليف كثيرة وأشعاره في الزهد مشهورة بادية على ألسنة الناس وكان يحلق في الفلق ويجلس الوعظ وكان يعظ الناس بجامع غرناطة إيه وكان يعظ الناس بجامع غرناطة غريبا في وقته فذا في دهره عزيز الوجود يعني قليل ما تواجد ها مولانا